كان هذا الصباح لقاء مع السيدة وزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية الهند، مناسبة بطبيعة الحال للتذكير بالدور التاريخي الذي قامت به الهند من خلال حركة عدم الانحياز، حيث أن هذه الحركة عرفت وقامت بدور مهم على المستوى الدولي، والمرحوم جلالة الملك الحسن الثاني كان من رواد هذه الحركة، وأكدنا على الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للهند، مؤكدا أن الحوار السياسي بين البلدين حوار جيد متطور، ويسعى إلى توفير كل الشروط لوضع شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد. وبدون شك أن موقف الهند إزاء القضية الوطنية إيجابي بطبيعة الحال، حيث تم سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في بداية الألفية الحالية، والتعاون في المجال الاقتصادي في طريق التطوير من خلال صادراتنا ومن خلال ما نستورده من هذا البلد الصديق. بطبيعة الحال الإمكانات متوفرة جدا، خاصة أن الهند تعتبر قوة صاعدة أصبح لها موقع خاص في مجال التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالإعلام والتواصل، وكذلك كل ما له علاقة بصناعة الأدوية، وكذلك في مجال الخدمات وأساسا في المجال السياحي. كل هذه العوامل ستأخذ بعين الاعتبار لنجعل من التعاون بين البلدين تعاون نموذجي. وآخر نقطة تم التطرق إليها، محاربة الإرهاب، حيث أن السيدة وزيرة العلاقات الخارجية أكدت أهمية التجربة المغربية، واعتبرت بأن التجربة المغربية هي مرجع في هذا المجال، وأطلعتنا على مشروع توقيع اتفاقية بين البلدين في هذا المجال. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.